أصدقائي كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. أصدقائي بهذا الفيديو رح نسوي عرض بسيط جدا. العرض ما بيأكل معنا وقت من 30 دقيقة للأربعين دقيقة، ورح نسحب من العرض أكثر من 210 جواهر فري فاير أو 220 جوهرة فري فاير رح نسحب. أصدقائي هذا الفيديو رح نحكي عن عرض ممتاز جدا موجود بشركة أوفرتور، ورح ننهي العرض مع بعض، ورح نشوف كمان كيف رح نسحب، ورح يصلنا السحب مع بعض إن شاء الله تعالى. أصدقائي لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك القناة وتابعوا الفيديو معنا. أصدقائي أول شغلة طبعا بيلزمكم هذا الفي بي إن يلي أنا منزله، هذا الفي بي إن أصدقائي، هذا الفي بي إن رح أترك لكم رابط تحميله بالوصف. رح تدخلوا على الفي بي إن أول شيء أصدقائي، بعد ما تدخلوا على الفي بي إن رح نختار دولة بريطانيا. اوكي اصدقائي رح نختار دولة بريطانيا لاني العرض موجود بدولة بريطانيا بالأوفرتورو بشركة الأوفرتورو. فاصدقائي رح ننتظر مدة بسيطة لحتى يفتحوا معنا واجهة السيرفرات، وبعدين رح نختار سيرفر بريطانيا. اوكي اصدقائي فتحت معنا الواجهة، رح نختار على بريطانيا، وبعد ما نختار على بريطانيا رح نختار وحدة من هدول السيرفرات. ركزوا معي اصدقائي، ممكن انه تواجهكم مشكلة بالعرض، فرح نحل هاي المشكلة يعني امامكم اصدقائي منشان ان شاء الله الكل يستفيد. طيب اصدقائي رح انتظر لحتى يتوصل بالفي بي ان ونكمل مع بعض. اوكي اصدقائي حاليا نحن توصلنا بالفي بي ان، رح نتوجه اصدقائي على التطبيق ونشوف العرض مع بعض. اصدقائي طبعا رح يطلب منك التطبيق التسجيل باليوزر نيم والفول نيم، ورح تحط ايميلك، ورح تحط الباسورد الخاص فيك. رح اسجل بهاي المعلومات ونكمل مع بعضنا اصدقائي. اوكي اصدقائي بعد ما تسجلنا بالمعلومات طبعا اصدقائي ظهرت معنا واجهة التطبيق. واجهة التطبيق هي عبارة عن شركات، وهي الشركات كلها فيها عروض. اصدقائي اذا بنضغط على خانة الريدم مثل ما شايفين، راح نخلص هذا الاعلان. مثل ما شايفين عندك هون جواهر الفري فاير ال 110 جوهر ب 2000 نقطة، وفي عندك شدات ببجي موبايل ال 60 شدة ب 2000 نقطة. فاصدقائي العرض يلي راح ننهيه حاليا ان شاء الله تعالى هو فوق ال 4000 نقطة، يعني عرض ممتاز جدا. رح نضغط على شركة الأوفرتورو. مثل ما حكيت أصدقائي لا تضغطوا على شركة الأجيم، لأني في عنا شغل بالأجيم، رح نسوي عروض تانية إن شاء الله تعالى بالأجيم. فأصدقائي هون أنتوا حاليا رح تضغطوا على هذا العرض، ركزوا معي كتير منيح، رح ندور على العرض مع بعض. العرض أصدقائي هاد هو البينجو بوب، هاد هو العرض أصدقائي، رح أحط لكم عليه إشارة لحتى الكل يعرفوا. هاد أصدقائي العرض اذا انت مبتدئ راح تخلصه خلال ساعة، اما اذا بتعرف بهذا العرض فخلال نص ساعة راح يخلص معك هذا العرض. العرض بيطلب منك فقط انه انت توصل للليفل 25. طيب اصدقائي اذا بنجرب نضغط على العرض، ركزوا معي ممكن انه تواجهكم مشكلة. راح نجرب نضغط على العرض اصدقائي، ممكن انه يوجهك للمتجر، وممكن انه يكتب لك هذا العرض غير متاح ببلدك. مثل ما شايفين وجهني للمتجر. طيب اصدقائي راح انا اخذت لقطة شاشة، الحمد لله اخذت لقطة شاشة للمشكلة يلي راح تواجه اغلب، يعني راح تواجه قسم منكم، فراح اعلمكم كيف انتم تحلوا هاي المشكلة. راح افرجيكم لقطة الشاشة اصدقائي وشو معنى لقطة الشاشة هذي. مو شايفين اصدقائي ممكن انه تظهر عندك هاي الواجهة، فلما تظهر عندك هاي الواجهة الحل بسيط جدا، انه تروح على الفي بي ان يلي حكينا عنه وتغير السيرفر، يعني خليك على بريطانيا لكن بيطالع لك سيرفرات كتيرة بريطانيا، جرب سيرفر تاني لحتى يدخل العرض معك. طيب اصدقائي حاليا راح نكمل، نحن هون توجهنا للمتجر راح نحمل التطبيق، لكن قبل ما نحمل التطبيق مشان ما نقع بالمشكلة اصدقائي لازم نطفي الفي بي ان، لازم نطفي الفي بي ان، وبعد ما نطفي الفي بي ان نباشر تحميل التطبيق ونشتغل على هذا التطبيق. طبعا مثل ما حكيت تحد اقصى يعني للمبتدئين يلي ما بيعرفوا خالص بهاي اللعبة بياكل معهم فقط ساعة. اذا كنت انت بتعرف بهاي اللعبة نص ساعة بتكون خالصة معك. طيب اصدقائي انا رح اثبت هاي اللعبة ورح اشتغل فيها ورح نكمل مع بعض، يعني لحتى اوصل الليفل 25 رح نفتح مع بعض ونشوف مع بعض. اوكي اصدقائي طبعا حاليا نحن وصلنا للليفل 25. مثل ما شايفين هذا هو الليفل الخاص فيني، الليفل الخاص فيني حاليا صرت انا ليفل 25. طيب اصدقائي خلينا نطلع من هاي اللعبة ونرجع نتوجه على التطبيق. بعد ما نتوجه على التطبيق اصدقائي، قبل ما نتوجه على التطبيق لازم نشغل الفي بي ان على نفس الدولة اللي كنا فيها لحتى نشوف النقاط اذا احتسبت معنا ولا ما احتسبت معنا.
اوكي حبايبي، حاليا نحن شغلنا الفي بي ان، راح نفوت على التطبيق او نفتح التطبيق ونشوف النقاط ان حسبت او ان ما انحسبت، واذا النقاط انحسبت ان شاء الله راح نسحب بهذا الفيديو، واثبات السحب راح انشر لكم اياه في فيديوهات قادمه. مثل ما شايفين 4095 نقطه اصدقائي، ركزوا معي. راح نروح على الاوفر تورو كمان نشوف العرض محتسب من جوا الاوفر تورو منشان نتاكد 100% اصدقائي. مثل ما شايفين راح نروح على الماي بوينتس، مثل ما شايفين اصدقائي 4095 كومبليتد البينجو بوب. اوكي اصدقائي، طبعا مثل ما شايفين يعني العرض ما بياكل معك وقت ابدا، ان شاء الله راح اشرح لكم على عرض الجيم بالفيديوهات القادمه. حاليا اصدقائي راح نروح نجرب نسحب من هذا التطبيق، راح نسحب جواهر فري فاير، ومباشرة بعد ما يصلوا الجواهر اصدقائي راح نعمل فيديو مع بعضنا عن طريقة الربح من عرض بالأجيم. في عرض بالأجيم كمان اصدقائي راح اشرح لكم عليه ان شاء الله تعالى. طيب اصدقائي، مثل ما شايفين حاليا نحن عنا 4000، فبيحق لنا انه نسحب 400 جوهرة فري فاير. اصدقائي هون كاتب لك انتر يو ايميل ادريسز، بس انتو لا تحطوا الايميل الخاص فيكم، عفوا لا تحطوا الايميل الخاص فيكم اصدقائي، انتو حطوا الاي دي الخاص بلعبتكم. هذا هو الاي دي اصدقائي، راح اسحب اول 100 جوهره مثل ما شايفين اصدقائي، وراح اسحب 100 جوهره الثانيه. طبعا اصدقائي راح احط انا الاي دي لاني التسليم راح يكون عن طريق الاي دي. مثل ما شايفين اصدقائي حاليا راح ارجع، مثل ما شايفين بقي عندي 95 نقطه، وهون عندي السحوبات بيندينج اصدقائي. مثل ما شايفين عندي ياهم، عندي ياهم بروسينج عفوا بالمعالجه، هن 220 جوهره فري فاير، وعندي هاد اصدقائي العرض يلي اكملته. طيب اصدقائي حاليا نحن راح نستنى لحتى يصلنا السحب ان شاء الله، وفي فيديوهات قادمه راح اصوركم اثبات السحب مع عرض، مع انهاء عروض الجيم ان شاء الله تعالى. بشوفكم في